السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم على واحد الموضوع خطير جدا، خطير يعني حالة إجرامية. هي قضية لي رون بوان اللي خدموهم، اللي راهم يخدموهم في الطرق السريعة الجديدة، على مستوى مثلا على مستوى واد سمار، وفي منطقة مدخل عين طايا، يعني محولات دي رون بوان نتاع بياج، نتاع صراو مشاكل كبار للسائقين تاع السيارات. وهنا رانا متواجدين في الطريق السريع الجديد، هذا الرابط بين طريق السيار رقم 3 بيريفيريك 3 وطريق السيار الدائري 2 على مستوى واد سمار. ونشوف هنايا، لاحظ هذا لي رون بوان هذو اللي داروهم، شوف يعني عدد السيارات اللي دخلت فيهم وتقلبت السيارات، يعني ضحايا، كاين ضحايا. شوف هنا كلش مكسر، هنا تشوف يعني اثار الجريمة على هذه المحولات. تشوف ضرابة البيطون، شيء رهيب. يعني السائق المسكين ما عندوش الاختيار بين ثلث حلول، يا اما يصدم في الدودانة، يا اما يصدم في البيطون تاع الرونبوان، يا اما يحاول يتفادى هاد الزوج حوايج ويدخل في سياره واحده اخرى جايه موراه ولا. يعني والله جريمه. هاد المسؤولين اللي داروا هاد لي رونبوان لازم 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 القضاء يبحث في الاصل نتاعهم. هادو ما راهمش جزائريين. وانادي واصرخ الى السلطات العليا في البلاد، مش الوزير، حتى الوزير دشنها ما شاف والو. الوزير دشن الطريق هذه عندها مده اسبوع ولا اسبوعين، ما شاف والو. وزير نيته صافيه، لكن لا حول ولا قوه. وناشد الرئيس تربون ان يتدخل لإزالة هاد لي رونبوان او لتحسينهم، لازم تغييرهم. كاين دي رونبوان بطريقة طبيعية وعادية، ماشي بهذا الشكل هذا. يروحوا يشوفوا لي رونبوان الموجودين في وهرن او في مستغانم ويعرفوا واش معنى الرونبوان. هادو ما همش دي رونبوان هادويا، ولازم على القضاء ان يتحرك، لازم على المجرمين هادويا يخلصوا. وانا اخيرا انادي ضحايا تاع هاد لي رونبوان ان يحطوا قضايا لدى المحاكم، لازم يحطوا شكاوي لدى المحاكم. انادي ضحايا تاع هاد لي رونبوان اللي تقلبت السياره تاعو، ضحايا جسديا او ضحايا نتاع السياره نتاعهم، ان يتقدموا بشكاوي الى القضاء الجزائري. لا بد على القضاء ان يتدخل، وعلى هاد المجرمين اللي خدموا هاد لي رونبوان ان يخلصوا. اذا اردنا ان نغير هذا الأمور في بلادنا وأن نحسن بلدنا، لا بد على المنجل أن يعمل عمله. وهنا نروح نشوف الخرائط تاع جوجل، نشوف الطريق هذا، هاو من يبدأ الطريق، هاو الطريق البيريفيريك رقم 3 هذا هنايا، هذا وهنايا، هذا هو الرابط الطريق السريع هنايا، هذايا مع البيريفيريك الثاني. هنا هذا البيريفيريك الثاني على مستوى واد سمار، وهنا المطار. ونشوف هنا هذا الطريق الجديد هذايا، هذا هو
مع البيريفيريك الثالث هذا وهنايا اللي يفصل ما بيناتهم. وهنا نروح نشوف هادو لي رون بوان اللي عملوهم الكوارث هادو. انا ننتظر شوية تتضح الصورة. انا شاهد الرون بوان هنايا، المفروض هنا سكون ابل هنا لو تير برين سنترال، هنا في هذا كي نقربوا للرون بوان المفروض هنايا هذه تتعرض على هذا الشكل. لازم نعرضوها هكذا، وهنا كذلك الطريق تتعرض وتجي هكذا. لازم هنا العرض هذا هو نفسه العرض هذا، لكن للأسف الحالة الآن راهي هكذا. هنا نشوفوا الضيق هنايا، وهنا نشوفوا العرض، وهنا الشاحنة إلى راكو تشوفوا وكأنها راح تدخل في هذا لوتير بلان سنترال. المفروض الشاحنة تروح هكذا، وهنا من الجهة هذه كذلك الطريق تتعرض هكذا. ونزيد نعرضها من هنا هكذا. هنا المفروض هذا هو الشكل نتاع لو رون بوان، هذا هو الشكل. وهنا كذلك هذه لو تير بلان سنترال نتاع لوطورود نتاع الطريق السريع يتعرض، وهنا ياخذ المفروض هذا هو الشكل نتاع لو رون بوان، وهذه هي الطريقة. هنا تبقى نفس العرض ديالها، لازم يبقى نفس العرض. هذا هو الشكل النهائي نتاع والصحيح نتاع لو رون بوان. وش ذنب يعني السائق هو يتواجد في طريق سريع؟ هو طريق سريع ما مخدوم باش الانسان يسرع فيه، علاه نجعل له حاجز حتى يولي يفريني؟ وزيد زادوا داروا دي دودان هنا، هذا هنا وهنا داروا دي دودان. انت كي تكون تسرع خاصة سائق اللي ما يعرفش الطريق هذا جاي في الليل في طريق سريع يسرع، ما ينتظرش يلقى رون بوان كيما هذا، كي يلحق للرون بوان يا اما يخبط السيارة تاعو في الدودانة، يا اما يخبطها في ديريكت في الرون بوان هذايا في البلاطو هذا الدائري، يا اما يحاول يتفادى هاد الزوج كوارث، يحاول يتفاداهم يدخل في واحد جاي موراه، ولا يدخل في الـ في الـ في على الطرف هنا في السياره. علاش علاش هذا المسؤولين اللي داروا هذا المحولات هادو يا اما اغبياء يا اما مجرمين. وهذا الطريق فيه ثلاثه محولات من هذا النوع، ثلاثه محولات من هذا النوع. والله البلاد هذه باش تتحسن وتتسقم، يا اما هاد الناس يا اما هاد الناس، لازم اللي يغلط يخلص. لازم نطبق هذه هي لا دوفيز، اللي يغلط يخلص بدون شفقه ولا رحمه. الا نشفق على المواطن المسكين، نشفق على الضحايا هذو نتاع هذه الكوارث هذو، ما نشفقش على المسؤولين والمجرمين. والسلام عليكم.